كتير من النساء دفعوا عن حقوق المرأة وأثبتوا وجودهم في مهن وأعمال كانت مخصصة بس للرجال في وقت من الأوقات، بيربطهم شيء واحد، بيربطهم العزيمة واتخاذ القرار وتحقيق الأهداف. أسبوع يوتيوب المرأة العربية بودكاست أريبيا، وأنا سوا زيد. نساء عظيمة يفخر بيهم التاريخ المصري، رفعوا اسم مصر عاليا، وبالعكس كمان غيروا التاريخ بأكمله. هتكلم عن نماذج للمرأة المصرية في التاريخ وارتباطها باتخاذ القرار وتحقيق أهدافها. هدى شعراوي أسست الاتحاد النسائي المصري وأصبحت أول رئيسة له، كان من أهم أهدافه التأكيد على حق المرأة في التعليم والدعوة للتغيير بعض القوانين والتشريعات في الأحوال الشخصية. ومش بس كده، بالعكس كانت في الصفوف المقدمة في الوقفات النسائية اللي كانت بتطالب بحقوق المرأة في التعليم وفي العمل في وقت معين من الزمن. صفية زغلول، رمز ثوري، أم المصريين، ابنة رئيس وزراء مصر مصطفى باشا فهمي، اتجوزت من رجل من العامة سعد زغلول، وقفت جنبه في أشد محنته، ووقفت ضمن صفوف الثوار وقلعة اليشمك 1921. ساعدت زوجها في الثورة، ومش بس كده كملت مسيرته حتى بعد وفاته. سميرة موسى، صراع والدتها مع المرض السرطان ادها دافع وخلت اتجاهاتها كلها للطب ودراسة العلوم بهدف التواصل لاستخدامات الطاقة النووية وخاصة السلمية في دراسة الطب. مفيدة عبد الرحمن أول محامية وأولى خريجات جامعة فؤاد الأول وأولى خريجات كلية الحقوق، كانت ناشطة وعضوة في بعض المنظمات الحقوقية، كمان كانت لمدة 17 سنة في البرلمان، ساعدت في التشريع القوانين وسنها. لطفية النادي أول طيارة مصرية حصل على رخصة للطيران وتطير بطيارة من القاهرة للإسكندرية في مسابقة وحصلت على المركز الأول فيها. ومش بس كده، هدى شعراوي ساعدتها في جمع تبرعات ليها لشراء طائرة خاصة ليها إن هي تلف بيها العالم، وخدت والدها معاها اللي كان رافض في بداية الأمر قصة إن هي تطير بطيارة. كل النماذج اللي أنا قدمتها دي كان هدفها واحد، هدفها إن هي تحقق حلمها وتحقق هدفها. نساء كتير في التاريخ، مش في التاريخ المصري بس، في التاريخ العربي أثروا في مسار التاريخ، غيروا التاريخ، وكمان أثروا في حياتنا لأن أفعالهم لغاية دلوقتي مستمرة، ولولاهم ما كناش في الوضع اللي المرأة فيه دلوقتي. الهدف ان انتي ما تكسليش عن تحقيق حلمك، حققي حلمك وكبري، بلاش تقولي انا ما عنديش حلم حققه. اكيد عندك حلم وعندك هدف، حققي هدفك وحققي حلمك، واوعي يوم تكسلي عن اتخاذ قرار مهم في حياتك. انا سهى زيد.